رجعنا لكم تاني عقب انتهاء مباراة الأهلي وإيستر كومباني واللي انتهت بفوز الفريق الأحمر ب4 أهداف مقابل هدف. انضم لنا في الاستوديو الكابتن عادل عقل خبيرنا التحكيمي. منور يا كابتن عادل. أهلا بيك، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين ومتابعي التلفزيون المصري. وحشتنا يا كابتن، بقالنا فترة ما تقابلناش مع بعض. ربنا يخليك، أنا اللي بسعد بكون معاك على منبر اليوم السادة. الله يخليك. نخش طبعا في المباراة على طول، احنا اتأخرنا عليكم. يمكن الاهلي قدر النهارده الكابتن سامي قمصان في المباراه الاولى ليه كمدير فني في الدوري، كنا طبعا عارفين انه قاد الفريق بشكل مؤقت في دور 32 كاس مصر امام مصر بالسلوم، وقدر الفريق يفوز بهدف مقابل لا شيء، ولكن النهارده يا كابتن عادل يعتبر المباراه الاولى ليه عقب فسخ التعاقد مع المدير الفني السابق بقى بيتسو موسيماني، واللي رحل يمكن اول امس بعد فسخ تعاقده مع النادي الاهلي. والكابتن سامي النهارده كان المدير الفني الاساسي بقى للفريق، وقدر الراجل انه يعني رغم غياب العدد من لاعبي الدوليين سواء مع المنتخب المصري او المحترفين مع منتخبات بلادهم، انه يحط التوليفه المناسبه في هذه المباراه، ويقدر الفريق يمكن يفوز ب4 أهداف مقابل هدف. ويمكن مباراه يعني جاءت عكس المتوقع، جاءت سهله جدا عكس ما الناس كانت متصوراها، لانها المباراه الاولى للكابتن سامي مدير فني. الراجل استعان بكل العناصر اللي ما كانتش بتلعب مع موسيماني، ويمكن احنا حسينا في اداء بعض اللاعبين ان اللعيبه كان على صدرها حاجه واتشالت، يعني اللعيبه بتلعب تمام باريحيه، كل لاعب لعب في مركزه، ويمكن ده انا بعتبره السبب الرئيسي والاول في تحقيق الفوز الاهلي على الاستر. انا عايز اقف بس عند جزئيتين مهمين. حضرتك قلت كان اللعيبه كان عندها حاجه على صدرها واتشالت، الارتياح للمدرب بيفرق كتير. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، دائما وابدا المدرب المصري او الانسان المصري في 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 في, في اي في اي محافل فبيبقى ليه بصمه، يعني ايه اما بتتاح لها الفرصه بس. على كنا لسه بنتكلم قبل انا وحضرتك والزملاء قبل الهوا ان مش اول مره يكون في مدرب عام او مدرب مساعد موجود في 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 في, 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 في نادي كبير زي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، وبعدين اما بيتولى المسؤوليه بتجد ان هو بيكون موفق، لان يعني عنده قراءه جيده للمشهد. وكمان بيبدو يا كابتن هيثم ان المدير الفني الموجود حتى لو كان مصري او كان اجنبي ما بيديش للمدرب العام المساحه ان هو يكون رايه، مش ده حتى احيانا ما بيبقاش استشاري، لا بيبقى رايه بيسمعه وبرضه بيبقى مصر على اللي في دماغه هو، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده يمكن سامي قمصان كنت بتكلم على حضرتك بقول لحضرتك ان شاء الله هو هيدير ان شاء الله القمه، فرديت عليها رد 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 جميل، قلت لي ايه ده هيدير القمه امام الزمالك، وهيدير مباراه بيراميدز في الكاس، ماتشين اعتقد من اهم ماتشات النادي الاهلي في الفتره الحاليه. فبنتمنى له طبعا التوفيق كمدرب مصري بصرف النظر هو مدرب النادي الاهلي او أي كان هذا النادي، فمدرب مصري يمكن يكون قادر يكون هو المستقبل، زي ما معلش انا هفكر حاجه بحاجه سريعه، وانا عارف انت متابع جيد جدا، كابتن محسن صالح لم يكن في يوم من الايام يحلم ان يكون مدير فني منتخب مصر، 94 مع راوتر لما راوتر المدرب الهولندي هرب مسك منتخب مصر واتيحت له الفرصه. فعايز اقول لك ان يعني ممكن يكون سامي قمصان ده يعني الاعتذار بيتسو موسيماني هو شهاده ميلاد جديده لمدير فني يكون واعد ان شاء الله في الفتره القادمه. بالتاكيد طبعا هو سامي قمصان كان متواجد مع النادي الاهلي منذ تواجد بيتسو موسيماني، ويعرف يمكن كل كبيره وصغيره عن الفريق، وعشان كده احنا النهارده شفنا يعني شارك اكتر من لاعب، يمكن اول مره نشوف مثلا منذ فتره طويله جدا محمود متولي كهاف ديفندر، يمكن منذ قدومه من النادي الاسماعيلي دخل في نوبه اصابات كده مع النادي الاهلي، وما يمكن ما اشتركش مع موسيماني الا يمكن لدقائق معدوده ما تتحسبش. يعني احمد نبيل كوكا الظهير الايسر النهارده لعب في منطقه الوسط، محمود وحيد واللي جاب ضربه الجزاء اللي احرز منها طاهر محمد طاهر الهدف الثاني بدا يشترك ولعب كظهير ايسر، وانتج النهارده حسام حسن اشترك وصلاح محسن، ويمكن عوده وليد سليمان واحرازه للهدف الرابع. يعني الاهلي النهارده لو عددنا المكاسب اللي خدها من هذه المباراه هنقول يمكن اول مكسب طبعا هي طبعا بروفة جيده قبل انا عايز استاذنك قبل ما تعدي المكاسب، انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا عارف انت متابع جيد جدا النهارده اللي حصل من سامي قمصان في التشكيل، هل هي جراءه ولا ما عندوش حلول غير انه يدفع باللعيبه دي على سن الدوليين مش موجودين؟
يعني انت شايف من وجهه نظرك ان دي جراءه من سامي قمصان؟ كان شايف ان اللعيبه دي عندها مخزون جيد تقدر تدي ومكان بيتسو موسيماني هو عامل لهم بعيدهم، ولا هو ما عندوش حلول غير انه يدفع بيهم؟ لان انت قلت اربع خمس اسماء. هو يعني هو الكابتن سامي قمصان زي ما قلت لحضرتك في البدايه، هو قديم مع الجهاز الفني ويعرف كل واحد امكانياته، عارف كل لعيب وامكانياته ومركزه. هو الراجل طبعا ما كانش يقدر يفرض كلمته على بيتسو موسيماني اللي هو كان بيشرك كل لعيب طبقا لرؤيته وطبقا للخطه اللي بيلعب بيها خلال المباراه. ولكن كابتن سامي قمصان جه النهارده احنا شايفين ان في تغيير في الخطط وفي تغيير في بعض مراكز اللاعبين. يعني يمكن النهارده محمد هاني بيلعب كمساك، كريم فؤاد لعب مكان محمد هاني كظهير ايمن، احمد نبيل كوكا زي ما قلت لك كان ظهير ايسر لعب في النص جنب محمود متولي. متولي اصلا سيردي باك ولكن النهارده لعبه في المنتصف نظرا طبعا لعدم وجود عمرو السلية وحمدي فتحي وعدم وجود اليو ديانج الثلاثي اللي بيلعبوا في منطقه وسط النادي الاهلي. فطبعا كل مدير فني خلينا نقول يا كابتن انه ليه رؤيته وليه فكره هو بيحب يلعب بيه. فالكابتن سامي النهارده ادى للعيب، وانا شايف من وجهه نظري بقى اداهم مساحه. حته المساحه دي مهمه قوي في مديرين فنيين ما بيقبلوش ان اي لعيب يبدع في الادوار بتاعته ده داخل الملعب. بتحب ان اللعيب اللي يقول عليه يسمعه ينفذ المهام بالطريقه اللي هو عايزها المدير الفني هو عايزها. ولكن النهارده اللي احنا شايفينه ان سامي قمصان ادى اللعيبه اريحيه خلال اللقاء، وكل كل لاعب اشترك يعني اشترك بيه او لعب وادى بالشكل اللي هو مناسب ليه ومناسب للفريق. عشان كده شفنا ان النادي الاهلي يعني ما عادش كتير في احراز اول هدفين. يمكن اول 25 دقيقه كانت او اول 30 دقيقه كانت النتيجه 2-0. يمكن الاسر كومباني يمكن يعني النتيجه برضو لا تعبر خاصه في الشوط الاول على سير اللقاء. اول 20 دقيقه ان هو مسيطر كان مسيطر صح. وراح لمرمى الاهلي، يمكن الاهلي ما راحش لمرمى الايستر نطنبري الا طبعا في الدقيقه 25 من الهدف الاول من رامي ربيعه لعبها حسين الشحات. وحسين الشحات للامانه حطها بشكل حلو جدا، ثم بعدها على طول محمود وحيد وضربه الجزاء واحرز منها طاهر محمد طاهر الهدف الثاني، واللي انا بعتبره ده يعني كان قتل للمباراه. والاهلي بدا بقى يلعب لعبه ويلعب بهدوء شديد جدا، وتحقق له المراد بالخروج في الشوط الاول بالفوز بهدفين نظيفين. والشوط الثاني اجرى سامي قمصان بعض التغييرات الهجوميه للاطمئنان من وجهه نظري على بعض اللاعبين، تحسبا للاستعانه بهم في لقاء القمه يوم الاحد المقبل امام غريمه التقليدي نادي الزمالك في اللقاء الذي اصبح بقى لا يقبل القسمه على اثنين. النهارده بفوز النادي الاهلي رفع رصيده الى 40 نقطه في المركز الثالث، ولسه الزمالك متصدر برصيد 44 نقطه، وان كان طبعا النادي الاهلي عنده لسه عدد من المباريات المؤجله اللي تسمح له انه يتقدم ويعتلي الترتيب جدول الدوري في حاله طبعا فوزه. يمكن نادي الاهلي او مجلس ادارته ما زال بيبحث عدد من السير الذاتيه وخاطب اكثر من مدير فني عن طريق امير توفيق مدير اداره التسويق في النادي للاستعانه باحدى المديرين الفنيين اصحاب السير الذاتيه القويه لقياده الفريق في الفتره القادمه. ويمكن النادي الاهلي مميز في الحته دي يا كابتن عادل، او انا شخصيا باثني عليها في حته ان مش عشان ماتش او ماتشين هيقدر ان مثلا يخلي الكابتن سامي يكمل الموسم لنهايته. وده ليه؟ مش عشان هو عدم ثقته في سامي قمصان، لا، هو ما بيحبش يحرق ابنائه. هو شايف ان الكابتن سامي خلال هذه الفتره محتاج ومحتاج جدا انه يبقى مدرب عام او مدرب تاني مع احدى المدارس او مع اكتر من مدرسه، ثم يخرج بره بقى يعني يشوف عدد من المدارس التدريبيه ويتدرب، يقدر كده يرجع صح كمدير فني تقيل ليه ثقله بقى، يقدر بعد كده النادي الاهلي يستعين به قراره الاول في القلعه الحمراء. انا كنت هسال حضرتك لما حضرتك قلت النهارده ان هو كابتن سامي قمصان، فحضرتك يمكن جاوبت، لكن انا برضو محتاج ارجع للجزئيه دي. هل لو سامي قمصان نجح انه يعمل مباراه طيبه مع النادي الزمالك في يوم الاحد، ونجح برضو ان يعمل نتيجه ايجابيه مع بيراميدز، تمام، واثبت كفاءه، لان النهارده انت برضو حضرتك وانت بتقيم اداء سامي قمصان فنيا قلت حاجه مهمه جدا. قلت ايه؟ ان هو نجح في توظيف اللاعبين طبقا لامكانياتهم، مش في مراكزهم اللي كانوا معتاد عليهم، ورغم هذا استفاد بيهم
في مراكز اخرى من وجهه نظره هو شايف انها تنجحه ونجحته. دحيح. معنى كده ان هو يمتلك الرؤيه الثاقبه الفنيه الثاقبه. متفقين؟ طيب. طيب لو نجح لا ايه المانع؟ ايه المانع ان واحد من ابناء النادي الاهلي تمام زي ما مر لو كنا برضه بنتناقش في الموضوع ده انا وحضرتك قبل الهوا وقلنا ان محمد يوسف كان برضه مدرب مساعد وبعد كده تولى الاداره الفنيه، كابتن حسام البدري قبل كده كان برضه مدرب عام مع مانويل جوزيه. طيب مبروك كابتن زيزو. اوكي تمام. طيب لا 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 انا بس هقول بس يا فتحي مبروك حسام البدري ومحمد يوسف الاثنين دول حصلوا على بطولات يا كابتن هيثم مع النادي الاهلي. هكملوا تمام. ايه المانع ان سامي قمصان يكمل لنهايه الموسم ويبقى هو النادي الاهلي تمام بيته نجح انه يقدمه كمدير فني في الدوري الممتاز وهو في الدوري المصري وواحد من اقوى الدورات العربيه والافريقيه. اعتقد هيبقى النادي الاهلي كسب ولا ليك راي تاني؟ لا انا يمكن شايف ان يعني الظروف طبعا غير الظروف، انا يمكن طبعا مش متذكر الظروف اللي جه فيها ساعتها محمد يوسف والكابتن حسام بدري، بس هي طبعا الموقف نفسه بيبقى واحد حته ترحيل المدير الفني في وسط الموسم وتصعيد المدرب العام لقياده الفريق. يمكن حسام بدري افتكر او اتذكر كان مانويل جوزيه رحل تمام وهو تم تصعيده محمد يوسف من قبله كان فتحي مبروك برضه كابتن زيزو. وللعلم عايز اقول برضه حاجه انه كان فتحي مبروك وكابتن زيزو مرتين او ثلاثه يتم استعانه بيهم قبل مباراه الزمالك. يعني الكابتن سامي قمصان بيكمل هذا الموضوع ده تحديدا ان الاهلي ده دايما بيبقى حظ مديرينه الفنيين المصريين بتبقى قبل مباريات الزمالك اللي هي بتبقى سبحان الله فقل حسن على او قبل بطوله برضو. كابتن فتحي مبروك انا متذكر انا كنت الماتش ده كنت موجود في 2003 نهائي كاس مصر الاهلي والاسماعيلي كان كابتن فتحي تولى المسؤوليه في دور الثمانيه في كاس مصر. ايوه ووصل لنهائي كاس ونجح في الفوز بكاس مصر بركلات ترجيح الاهلي والاسماعيلي في موسم 2003. ايوه فهو احنا فعلا زي ما احنا بنقول هي بتبقى طبعا يعني ايه يعني رب ضاره نافعه. المدير الفني او المدرب المؤقت بيحاول يثبت نفسه للاداره وللجماهير وبيبث روح جديده في نفوس اللعيبه، فبتنزل اللعيبه في هذه المباراه بتحاول تقول ان انا هنا بقى وبتحاول تعمل تؤدي بشكل. يمكن شفنا النهارده هذا الكلام يعني سريعا في ماتش تستر كومباني اللعيبه النهارده بشكل متغير جدا. في لعيبه كان مستواها يعني سيء جدا او قليل خلال الفتره اللي فاتت، النهارده ظهرت بشكل جيد جدا على راسهم يمكن رامي ربيعه اللي انا شفته يعني رجع اكثر من 5-6 سنين او 10 سنين كمان لاداء رامي ربيعه قبل ما احترف في سبورتنج لشبونه، اداء ولا احلى ولا افضل. يمكن هيشاكس بقى لعيب المنتخب الوطني لما يرجعوا ايمن اشرف وياسر ابراهيم على المشاركه كسيردي باك في لقاء القمه. الناشئ او اللاعب مصطفى شوبير حارس المرمى للامانه حارس مرمى على الطريق بيثبت ان هو هيكون الحارس الثاني خلال الفتره القادمه طبعا خلفا لمحمد الشناوي بجانب تواجد علي لطفي. يعني النهارده مكتسبات النادي الاهلي كثيره وكثيره جدا. الدكه اصبحت مدججه بالنجوم قبل لقاء القمه طبعا مع عوده زي ما قلنا عوده اللاعبين الدوليين. فالنهارده مباراه إيسترن كومباني مع المدير الفني الجديد القديم الكابتن سامي قمصان لقاء كله مكتسبات لاداره وجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي. تمام. اللعيبه حتى كابتن هيثم اللي اشترك دي مصطفى شبير والناس وبقيه ومتولي واللعيبه دي كلهم بتاعت اشهر ان عندهم ثقه وهم بيلعبوا. لا في روح جديده في طيب تمام عندهم الروح وعندهم الثقه في نفسهم ودي حتى ظهرت في ادائهم في الملعب. ويعني حتى خلي بالك ان هم لحد الدقيقه مثلا 95 كان عندهم امل يجيبوا هدف خامس وهدف. يعني عارف انت حضرتك ايه السعي وراء الرهبه اللي كانت موجوده اللي هو كان جزية عاملها في الجيل الماضي لما كان بيقول ما بحبش توقف عند هدف معين من الاهداف حضرتك. لكن فعلا لكن نتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله يا كابتن هيثم. لكن طبعا انا يعني سعيد ان انت يعني القيت الضوء على بعض الاسماء حسام حسن ومتولي ورامي ربيعه ومصطفى واوكا ومصطفى شوبير. اعتقد ان انت فعلا يعني كنت يعني بتابع الماتش بشكل جيد فبالتالي كنت يعني شايف ان هم فعلا كنت متابعهم قبل كده فالنهارده كانوا بالنسبه لك مفاجاه في ادائهم صح؟ طبعا مفاجاه في الاداء مفاجاه في مفاجاه اولا في التشكيل في عدد من الاسماء اللعيبه ومفاجاه طبعا في الخطه الهجوميه لسامي قمصان وطبعا المفاجاه طبعا الاكبر في اداء بعض اللاعبين اللي كانوا بعيدين تماما عن المشاركه خلال الفتره
الماضية، وقدروا النهاردة ان هم يعني عبروا عن نفسهم بطريقة او باخرى، وقدروا ان هم يعملوا شكل مميز جدا في المباراة، وكانوا يعني عند حسن الظن في على خلال اللقاء. ان يمكن بقى عايزين كده نروح سريعا للحاجات الحالات التحكيميه سريعا كده يا كابتن عادل، قول لنا كده. عندنا النهارده طبعا طاقم حكام النهارده كان الكابتن ابراهيم نور الدين، ومعاه دولي طاقم دولي ابراهيم نور الدين وسمير جمال واحمد توفيق واحمد ناجي حكم رابع، ووائل فرحان في كابينه الفار، وشريف عبد الله مشكورا زميل احمد العاصي مخرج الفقره. عرضنا طاقم الحكام على الشاشه. ابراهيم نور الدين النهارده انا كنت شايف ان ده اختيار موفق من لجنه الحكام، على اعتبار ان هو كانت مباراه تسبق القمه، فمش كان لازم حكم عنده خبرات علشان بدل منع من الدخول في بعض الحالات الجدليه. كابتن هيثم، كنت اتمنى ان مباراه القمه ان شاء الله الاهلي والزمالك القادمه يديرها حكام مصريين عشان نحافظ على ثلاث مكتسبات، ثلاث ماتشات السابقين اللي ادارهم حكام مصريين امين عمر ومحمود البنا ومحمد عادل، ولكن واضح ان ده قرار اتحاد الكوره كان لازم الكابتن عصام عبد الفتاح ما يوافقش عليه. هنروح سريعا للحالات. النهارده عندنا ركله جزاء لنادي الاهلي صحيحه في الدقيقه 28، وبالفعل الفار اكد القرار مع ابراهيم نور الدين من خلال الكوميونيكيشن سيستم. وعايزين نقف عند الفار بس لما نستعرض الحالات. عندنا في النهارده برضو في النهارده رامي ربيعه في الدقيقه 82 احرز النادي الاهلي هدف وحصل عليه جدل، واستدعى وائل فرحان استدعى ابراهيم نور الدين الى شاشه المراجعه، وقال ان في وشاشه المراجعه اثبتت ان في مخالفه على رامي ربيعه والايد مفروده، عشان كده هو اختفى بالانذار، لان الايد كانت مفروده في وجه حارس مرمى اسر القنبني، وبالتالي رجع من شاشه المراجعه ابراهيم نور الدين واشهر البطاقه الصفراء والغى الهدف بناء على قرار. طبعا ده قرار صحيح. في الدقيقه 22 في ركله في الدقيقه 8 اسف 32 لا اسف 38 في ركله جزاء صحيحه لاسر القنبني على محمد هاني. كان لازم هنا بقى الفار، وانا عايز اقول لحضرتك ان الفار كان لازم الفار يتدخل يا كابتن هيثم ويستدعي ابراهيم نور الدين لشاشه المراجعه، لان اللعبه كانت هتبقى صعبه على ابراهيم نور الدين، لكن كانت محتاجه في الفار الاوبريتور يجيب له صوره مناسبه، وبالتالي يستدعي شاشه المراجعه او يتواصل معاه من خلال الكوميونيكيشن سيستم ويقول له ان في ركله جزاء، ولكن الفار ما اتدخلش، واضح ان هو حصل اتصال وما قالوش حاجه، فبالتالي ابراهيم ما احتسبش المخالفه. عندنا ثلاث بطاقات صفراء مستحقين طبعا للنادي الاهلي، واحده للاسف واحده لرامي ربيعه في الدقيقه 82، وثلاثه لصبر الشيمي وحسام حسن وفارس عافيه اللي هو فارس عافيه التونسي. اربع بطاقات صفراء في توقيت مناسب. الوقت الضايع يا كابتن هيثم جزء من المباراه، احتسب في الشوط الاول 3 دقائق وتضيع، وده كان وقت مناسب جدا. الشوط الثاني كان الوقت الضايع لا يقل عن 8 ل 10 دقائق، اختفى ابراهيم نور الدين بخمس دقائق. الوقت الضايع ملوش علاقه بالنتيجه يا كابتن هيثم، بالظبط انا النتيجه زي ما يجي داخل الجزاء والنتيجه 10-0 احتسبها وقت حضرتك، زي ما يكون في واحد انا طرد اثنين لعيبه وفي لاعب ثاني يطرد، يعني تطبيق القانون ملوش علاقه بالنتيجه اطلاقا أكيد. فالنهارده الوقت الضايع كان لازم اللي انا عايز اقول لازم اقف عند الاثنين المساعدين قبل ما الاثنين المساعدين سمير جمال واحمد توفيق كان دورهم رائع. سمير جمال في هدف النادي الاهلي الثاني حصل الاولاني حصل عليه جدل، وطبعا شاشه المراجعه خدت تقريبا في حوالي دقيقتين في بتراجع فيه تسلل ولا ما فيش تسلل، وفعلا طلع فعلا ان ما فيش تسلل، وده وسمير كان فعلا اشار بصحه الهدف. وفي الدقيقه 62 في تسلل على 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 فارس بن برضو على فارس بن عافيه، في تسلل على الثاني المواجب بتاعهم اسمه احمد امين اوفا ده في احرز هدف، وفعلا كان هو تسلل، وسمير جمال اشار بعد ما قال ديلي ولعب ونفذ البروتوكول اشار بتسلل على احمد امين اوفا، وكان فعلا في تسلل لما الفار راجع ورسم خطوط البيرو فعلا في تسلل. احمد توفيق اتدخل في الانذار بتاع فارس بن عافيه المساعد الثاني لما تواصل مع ابراهيم نور الدين. اعتقد النهارده طاقم الحكام انا شايف انه قدم بشكل غير ابراهيم نور الدين بقى كابتن هيثم النهارده اكثر هدوءا عن ذي قبل.
وعايزينه يستمر على هذا على هذا الهدوء. عايز اروح للفار سريع يا كابتن هيثم في ماتش المصري والمنصوره وطاقم الحكام مع كابتن مع كابتن مع مع زميل احمد العاصي. بص يا كابتن هيثم, لجنه الحكام اعلنت طاقم الحكام اللي قدام على الشاشه اسامه اسماعيل واسامه السيد وابراهيم السوداني ومحمود ناصف ومصطفى شهدي وهاني خيري. اوكي, وابراهيم السوداني في الطريق للمباراه يا كابتن هيثم بلغوه بيستبعده من المباراه وتم تعيين علاء علي. ومعانا الطاقم الثاني هو حضرتك, تم علاء علي ده المساعد ابراهيم السوداني, تم استبعاده من المباراه وهو في طريقه للمباراه. محتاجين حد من لجنه الحكام يطلع يقول ليه تم استبعاد المساعد ده وهو في طريقه للمباراه. تمام, قالوا له من فضلك كما كنت ورجع وشاركوا علاء علي المساعد ده من اسكندريه. في المباراه دي حصل حاجه, تدخل مصطفى الشهدي وهاني خيري في الانذار الثاني يا كابتن هيثم, وده تدخل غير صحيح لان الفار لا يتدخل غير في البطاقه الحمراء المباشره ولكنه لا يتدخل في الانذار الثاني. فتدخل في الانذار الثاني كان لاعب المصري هيطرد, وبعد ما نادي الامر الدوله بعد ما اسف اسامه اسماعيل اشهر له البطاقه اسامه اسماعيل البطاقه الحمراء انذار ثاني, استدعوا شاشه المراجعه ورجع قال ما فيش انذار ثاني وهي لغى الانذار. الكلام ده مش صحيح طبقا لبروتوكول الفار. تمام, يعني كنا لازم ننوه على دي لان ما ينفعش. بص يا كابتن هيثم, علاء علي هو موجود, وخلي بالك الكلام ده من على صفحه اتحاد الكوره. ابراهيم السوداني اعلن ان هو المساعد الاول او المساعد الثاني وبعدين استبعدوه, وده ما ينفعش. احنا بنقول عايزين التحكيم ناخد خطوه لقدام. وبكده نكون وصلنا لنهايه اسلوب التحليل النهارده لمباراه الاهلي وايسترن كومباني اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف. بنشكر الكابتن عادل عقل. انا بشكر حضرتك كابتن هيثم, سعيد اني كنت مع حضرتك وبشكر كل الساده المشاهدي ومتابعي التلفزيون السابع. بنشكر طبعا كل مشاهدي التلفزيون اليوم السابع, وبنقول لكم انتظرونا في استوديو تحليلي واستوديو استثنائي في لقاء القمه بين الاهلي والزمالك يوم الاحد المقبل. تقبلوا تحياتي.